أهلا وسهلا بكم على صفحة الجمعية المصرية لأسر كرة السلة. Welcome everyone in the Egyptian Association for. النهاردة معانا كوتش قاسم، كوتش قاسم من تونس. أهلا كوتش، نورنا. أهلا أهلا وسهلا فيك. كوتش قاسم واحد من المدربين اللي مرنوا تونس في القصر الذهبي بتاعها، وصل معاها الأولمبيات في لندن 2012، وصل معاها كأس العالم في تركيا، وحاصل على بطولة أفريقيا، وحاصل على بطولتين عربيتين. كابتن قاسم كمان من المدربين الكبار اللي مرنوا العديد من الفرق، وهو مرن في تونس رادس التونسي وشيمنو وداليا الرياضية بجرومبيليا، صح يا كوتش؟ بجرومبيليا. ايوه Today we do have Coach Qasim. Coach Qasim is one of the biggest coach that has trained the national team of Tunis and of Tunisia. And he has reached with them to the he has coached them in the Olympics of 2012 in London, and he has reached with them to he has trained with them the World Cup, and he's also he has achieved two African Championship and two Arabs Championship. Well, actually one African Championship and two what? Championship. And he's also working as a he worked as a head coach in Radas in Radas team, Şimnu team, and Dalia Grumbelia. Welcome, coach. I'd like to welcome coach. And if you have any comments, just leave. And then the coach will answer them. أهلا وسهلا coach. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على التقديم أخ محمد. في البداية أود تقدم بالشكر للجمعية المصرية برعاية أسرة السلة كرة السلة التي أتاحت لي الفرصة لأقدم هذه المحاضرة الفنية. ثانيا أود أن أشكر كل من ساهم في إنشاء فكرة هذه الجمعية الرياضية جمعية وتحقيق أهدافها السامية، حيث أن الجمعية تقوم بإعانة كل المستحقين من أسرة كرة السلة المصرية. إذن ثانياً هي عندها أهداف ثانية، وهي تبادل الخبرات الفنية بين المدربين المحليين والدوليين، خاصة في مصر والوطن العربي. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأخ والزميل إيهاب جلال المدير الفني لنادي الوكرة القطري، أشكره على المجهود القيم والجبار الذي قام به في فترة التوقف، فترة الكوفيد 19. أشكره جزيل الشكر، حيث أن الدكتور إيهاب كان أصر على أن النشاط الرياضي وبالأخص كرة السلة العربية تبقى على دوام، خاصة عبر الكورسز أونلاين. شكرا أيضا بكل المدربين المحاضرين الذين شاركوا في هذه الكورسز هذوما. نتمنى كل التوفيق للجمعية المصرية لرعاية أسرة كرة السلة، وإن شاء الله تتواصل هذه الفكرة، وإن شاء الله الكرة العربية بخير. معكم الكوتش قاسم من تونس. أود اليوم بعد الاستشارة مع الدكتور إيهاب استقر الرأي على المحاضرة التالية، وهي تفسير set plays offense، وبالأخص على triangle offense. أنا هنعمل شير لل كوتش. اهلا، هنشير توسع الشير سكرين تاع ايوه وشير اهو.
في إشكال. أيوة كده اشتغل في إشكال دلوقتي، هو كده اشتغل. لا هو مفيش حاجة، هو كده تمام، كده هو كده اشتغل أوكي كده. It is نفتح. working. أوكي ايوه تمام. بس حضرتك مش جايب الباوربوينت، حضرتك جايب باوربوينت؟ ايوه الباوربوينت مش باينة. ليه باوربوينت؟ نعيدها. عيدها كده تاني. شير سكرين، ستارت شيرينج. كده في حاجة؟ لا كده مفيش حاجة ظهرت. أيوه أيوه كده المفروض ظهر. ايوه كده تمام. كده تمام تمام كده. تمام كده اتفضل. شكرا. ان شاء الله اليوم حنفسر السيت بلايس اوفنس، وبالتحديد على الروح على التريانجل اوفنس حنفسره ونشوف الضوابط متاعه، التمركز على الميدان، الايجابيات والسلبيات في هذا النطاق. في البدايه يمكن باش نقول المحاضره فيها جزئين، فيها جزء نظري theoretical part وجزء تطبيقي practical part. نبداو بال اولا باش نحكيو على التايبس اوف باسكتبول سيت. عارفين انه في تايبس. ثانيا باش نحكيو على التريانجل اوفانس، فيه شويه الاستوريك، نحكيو على الاستوريك، على الايجابيات والسلبيات. باش نحكيو زاده على البوزيشن والسبيسينج في التريانجل اوفانس. كل فريق عارفين، كل فريق وكل مدرب عنده الخطط الفنيه نتاعو، وكل مدرب ينحاز شويه، ينحاز لخطه معينه في الهجوم. ولهذا حبينا نعملوا سرد ونحكيو على التايبس اوف باسكتبول سيت بلايز، ونحكيو شويه ونسردوهم. في السيت بلايز يمكن نلقاو السنجل ستاك اند دبل ستاك اوفانس، يمكن انك تلقى دبل بوست وذ ثري اوت، يمكن في من يلعب بالبوكس، في من يلعب بالفايف اوت، وفي من يلعب بالهاي. فما شكون واللي دارج توا برشا هو الاورنس اوفانس، اورنس فيه الفليكس 1 2 2 2 3، فيه الشافل زاد من الهجومات اللي نشوفوها بكثير في الجامعات الامريكيه والان سي اي. موشن اوفنس نشوفوها بكثير في البطولات الاوروبيه. واخيرا التريانجل اوفنس اللي باش يكون درس المحاضره نتاعنا. نروحوا نحكيوا شويه على الهيستوريك نتاع التريانجل اوفنس. منين خرجت اول فكره؟ اول فكره خرجت من عند سامبري في السنوات الأربعين. هذية كان هو الأول من جاب فكرة التريانجل أوفانس مع فريق ساوث كاليفورنيا يونيفرسيتي، وكان في الفريق لاعب اسمه، ذكروا الاسم هذية كان يلعب عند سامبري، تيكس وينتر. تيكس وينتر بدا التدريب هو صغير برشا، 25 سنة بدا وخذا فريق تكساس تيك يونيفرسيتي. خذا الفكرة من عند سامبري وطورها حتى أنه سنة 1962 قام كتاب اسمه The Triple Post Offense، يحكي على Triangle Offense. هذا وجه ناس كل تعرفه اللي هو فيل جاكسون. فيل جاكسون جاءت الفرصة أنه
خدم مع تيكس وينتر. تيكس وينتر وينتر قلنا أنه عام 85 التحق بالشيكاغو بولز في خطة أسيستنت كوتش. عامين بعد عام 87 فيل جاكسون جاء مع في الستاف نتاع الشيكاغو بولز ولو تو أسيستنت. 89 فيل جاكسون هو اللي ولا المدرب الأول لشيكاغو بولز وهو وخلى معاه تيكس وينتر في الستاف نتاعو. دونك الفكرة دي تتطور بشوية بشوية والفكر نتاع تيكس وينتر أثر كثير ياسر على فيل جاكسون واللي فيل جاكسون من السنوات من 89 حتى لين انتهى معناها المشوار نتاعو عام 2011 وهو يلعب كان بالتريانجل أوفانس. تاريخيا فيل جاكسون نجح في السيت بلايز هذه وحقق بها عديد الألقاب، ستة مع شيكاغو، ثلاثة مع الليكرز، وصل ترشح 20 مرة للبلاي أوف مع 70% انتصارات في البلاي أوف. هذا ما خلى الفكرة هذه بصراحة يتبناها أكثر فيل جاكسون في كاريره. بنتعداو الإيجابيات. إيجابيات الخطة متاع المثلث الهجومي ولا تريانجل أوفانس، الإيجابية الأولى هي البوزيشنالس أوفانس. هذه ثورة صغيرة صارت في كرة السلة العصرية، وفي الحقيقة الأمر أنه بالتريانجل أوفانس ما يوجد جارد حقيقي ولا سنتر حقيقي. كل اللاعبين يمكنهم أن يمروا على المراكز الخمسة، يمكن باستثناء البيك سنتر اللي هو عنده مكان خاص. النقطة الثانية في الإيجابيات هي الكونتينيتي أوفنس. الكونتينيتي أوفنس لما بتشاهد فريق مثل الشيكاغو، مثل اللايكرز، مثل بعض الفرق اللي تبناوا الفكر هذية بيطبقوا التريانجل أوفانس، بتشوف فيه متعة في اللعب، فيه برشة فرجة. هذا ما أقل ما يمكن عليه نقوله. الإشكال أنه التريانجل أوفانس ما يسمح كثير بالدريبل. علاش؟ فيه خطر برشة ريد رياكت، فيه تفكير أنه اللاعب اللي حامل الكرة ديما عنده التفكير وعنده قراءة اللعب وعنده ديما أنه يجيب الأخطر. هك علاش نقوله أنه الكونتينيتي أوفانس من المسببات نجاح التريانجل أوفانس. النقطة الثالثة واللي بالنسبة لي هي المحور الأساسي في تريانجل أوفانس هي ديفلوبس باسكتبول آي كيو. باش نربط المحاضرة متاعي شوية بتكوين الشبان، الخطة الفنية ولا الخطة التكتيكية هذه ترجح أنه ما ينجم يتعاطى تريانجل أوفانس كان اللاعبين اللي عندهم هاي انتلكتوال كوتشن. غير هذا راهو صعب انه السيستم هذا يمشي. وعلاش نطالبوا احنا؟ مش نطالبوا، نحثوا انه بعض المدربين في الفئات العمريه انه تطبق التريانجل أوفانس، لانه فيه الكثير من فيه الكثير انه يعين اللاعب الشاب على قراءه اللعب، على قراءة اللعب. هذا الإشكال، هذا الإشكال الكبير اللي قاعدين نلقاه فيه بصراحة في بطولاتنا العربية وعند اللاعبين متاعنا. إذن في الديفلوب التريانجل أوفانس ممكن تطبيقه أنه يطور وينمي الذكاء عند اللاعب. إذن اعتماد تريانجل أوفانس كما قلنا يطور بصفة ناجعة، وهذا ما ينقص كما قلنا بصراحة اللاعب العربي. هنا يمكننا الرجوع لهذا النوع من السيت بلايز في تكوين اللاعب
خاصة في الأصناف العمرية. النقطة اللي بعدها involves eight plays, all plays. قليل أن نشوف وراه السيستم أوفانس أنه اللاعبين الخمسة يكونوا مهتمين بالكرة، على غرار أنك تشوف بول سكرين فيه زوز لعيبة يمكن ثالث أنه يدخل معهم، لكن بتفسروا بعد على البورد كيفية أنه الخمسة لاعبين يكونوا لهم اهتمام كثير وكل واحد من شأنه أنه يجيب الخطر. هذوما بعض الإيجابيات، يمكن فيه أكثر إيجابيات، يمكن بالتفسير على البورد باش نشوفوا أكثر إيجابيات. هذم بعض الإيجابيات، وإن شاء الله نشوفوا طوى بعض النقائص لهذه لهذا السيستم. وكل سيستم فيه أدفانتج فيه ديزادفانتج. أولا باش نلقاو requires high basketball IQ، معناها الموضوع هو بيدو. إذا فريق ما فيهش لاعبين عندهم IQ عالي شوية، صعب ومن الصعب جدا تطبيق التريانجل أوفانس. إذا المدرب إذا كان في الفئات العمرية ولا في الرجال في الأكابر، إذا ما عندوش لاعبين عندهم IQ level ما level high، ما نتصورش أنه معناها يلقى الحلول، وأنه triangle offense set triangle offense يتطبق له كما هو بيريد. النقطة الثانية وتنجم تكون زادة مربوطة كثير بالنقطة الأولى، players must memorize the offense. هذه النقطة علاش نقول سلبية وقت نشوفوا البطولات العربية نتاعنا، أنهم الفرق بصفة عامة، أنه الفرق العربية ما عندهاش الوقت الكافي لتحضير الفريق، جمعة جمعتين أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع على أقصى ما يمكن وتنطلق البطولة. ولهذا السيت بلايز هذه يلزمها شوية وقت للحفظ، والحفظ مع إذا اللاعب العربي اللاعب اللي نتعامله معاه ما عندوش IQ level high، صعب أنه بيش يحفظ بصفة آلية ولا بسرعة الليسات. النقطة الثالثة requires a high level fundamentals. واضح أنه كل لاعب كرة سلة يحبذ أنه بش يلعب في المستوى العالي، لازمه على الأقل نقوله عنه تمكن من الأبجديات كرة السلة من الفاندامنتلز، وبالأخص بالتريانجل أوفانس بالست هذية لازم لكل لاعب أنه عنده هاي ليفل فاندامنتلز. If not he can't play with this system. بصراحة نقولوه أنه إذا اللاعب ما يقدر أنه he can't fake before cuts or pass, he don't have ability to change direction or speed, he can't attack معناه one on one. لا جدال معناها أنه المدرب بش يضيع وقته وبش يستعمل التريانجل أوفانس، هذم اللي يعيقوا يمكن تطور السيت أوفانس اللي نحكيوا عليها. نقطة رابعة وأخيرة ونمر بعجالة، your handing control to the players. هذه النقطة فيها مدربين أنهم ملتزمين بالسيستم متاعهم، وكما باش نشوفوا ان شاء الله من بعد في التفسير على البورد، انه التريانجل اوفانس فيه اوبشن كثيره، فيه حريه كبيره للاعب،
اللاعب هو اللي باش يختار، وهنا باش ندخلوا في المدرب باش يدخل في جدال ما بينه وما بين اللاعب. المدرب عايز انه السيستم تاعه يقوم به اللاعب معناها بحذافيره، لكن السيت بلايز يعطي حريه كبيره للاعب في اختيار معناها في اختيار الديسيجن نتاعو، وهذا يدخل في جدال ما بين المدرب. يمكن النقطه هذه بعض المدربين واللي نقول المدربين الصعاب شويه ما يميلوش للتريانجل اوفانس. علاش؟ على خاطر كما قلت انه اللاعب عنده كثير الاختيارات، كثير الاوبشن اللي يخليه في بعض الحالات انه يخرج على السيستم، وهذا ما يثير غضب المدرب. ومن هنا يمكن نقول معناها المدرب يرفض هذه الفكره نتاع التريانجل اوفانس، يمكن من السلبيات نتاع السيستم هذا. تو باش نحكيو على التريانجل اوفانس في البوزيشن. كما تشوفوا على الشاشه لفايف بوزيشن، فيه رقم واحد هو اللي باش يكون هنا في الكورنر، ينجم يكون تو نفسروا من بعد، ينجم يكون رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه. اللاعب هذا من المستحسن ان يكون لاعب يحسن التسديد، عنده ability في الدرايف، لاعب مهم ومهم جدا. البوزيشن 2 هي التريجر، هذايا لوكيتد اون ذا وينج، باش نلقاوه على الجناح، ومن المستحسن ان يكون سمارت بلاير، هو اللاعب يمكن نحسبوه الاذكى واحد في الفريق. تو نشوفهم بعد بالتفسير ان شاء الله. اللاعب هذايا رقم اثنين، هو اللي باش يقوم بكل انواع الفتحات للسيستم، وهذا مهم جدا خاصه في تسلسل الهجمه. رقم ثلاثه هو البوست، عاده باش يكون البيج مان نتاعنا هو غادي. هذا يلزم يكون عنده من الخاصيات انه يكون عنده جود اسيست، اثنين عنده الوان اون وان، هنا ينجم في المنطقه هذه ينجم يلعب يكون لعيب في الوان اون وان. الرابع هو باش يكون في التريل او الاوبوزيت، هذا الرابع الاوبوزيت ينجم يكون الخاصيات اللاعب هذايا انه يكون يحذق اللاعب في الاماكن الخمسه. اذا المدرب وقت اللي باش يضم اللاعب هذايا الرقم أربعة اللي باش يكون هنا، انه يقدر اللاعب في البوزيشن هذه 3 والبوزيشن 2 ولا في الكورنر، ولا حتى بامكانه انه ياخذ مكان الفايف يقعد. هذا رقم ثلاثة هو تريل. التريل هذايا باش يكون على لوكيتد ان ذا توب، هنا فوق هذايا يخلط على الهجمة بعد الانطلاق نتاعها، وهو لاعب يلزمه معناها من المستحسن انه يكون لاعب يحذق التسديد، ثلاثة نقاط، يحذق التوغلات. لاعب كيف كيف عنده أهمية كبيرة في السيستم. هنا باش نحكيو على شوية السبيسينج. السبيسينج فيه شفتوا المثلثات اللي تكونت عند وقوف اللاعبين في الهجمة، وباش نفرقوا إن شاء الله زوز مناطق اللي باش نشوفوهم بعد. زوز مناطق ذا سايد لاين تريانجل اللي متكونين هنا من رقم 2 و3 و4 في المثلث الاصفر هنا، وفما المنطقه الثانيه باش تكون فيها زوز لاعبين ذا تو مان اون ذا ويك سايد، معناها بعد في التفسير نتاعنا
إن شاء الله بشكون التركيز على هذه زوز مناطق هذية. المنطقة الأولى نعود نقولوها the sideline triangle باش تكون لهنا، خاصة الكرة باش تكون عند وقت تبدأ عند الرقم 2، والبارت الأخرى فيها the two men the two men اللي يكونوا هنا في الويك سايد. الآن نتعداو إن شاء الله البورد للبورد ونقوموا شوية تفسيرات على البورد. أوكي عفوا. احنا كملنا المداخلة ان شاء الله واضح البورد. المداخلة الاولى في النظري كملنا بالمثلثات اللي نجم نشوفوهم كما هكا، رقم 5 مش يكون هنا، 1 في الكورنر فور اكزامبل، 2 كوتش. ايوه ممكن بس حضرتك تعمل ستوب شيرنج عشان بس الناس تشوف. اوكي 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 سوري. اوكي تحت تلاقي ستوب شيرنج. ستوب شيرنج مش عارف تلاقي فيه. اوكي ايوه بس ايوه سوري. احنا كملنا البارت الاول نتاع النظري وحكينا على سبيسينج في رقم 4 هنا، رقم 3 هنا، المثلثات اللي كنا نشوفوا فيها. هذا المثلث الاول، هذا مثلث ثاني، وهذا مثلث ثالث. تكوين المثلثات يمكن الفريق بيصعد ويصير فيه فكر انه تكوين مثلثات على الطريقه هذه، وكما سمينا البوزيشن الكورنر والترايجر والبوست والتريل والاوبوزيت. في التريانجل اوفانس في فتحات، واحنا باش نحكي على الفتحات كلها، وكل مرة نفسر الفتحة نسميه الفتحة. وبعد عنا الانسايد كات، قلنا رقم 1 طالع بالكرة، ينجم يكون رقم 2 رقم 3 ما فيش اشكال. رقم 1 عنده الكرة، فيه واحد على الوينج يمين، واحد رقم 4 هنا، رقم 3 ورقم 5. احنا هنعتمد البوزيشن 2 2 1، واحد وثلاثة، اثنين واربعة، خمسة داون. تمريرة من رقم 1 لرقم 2، انسايد كات يعني رقم 1 go to the corner ويتعدى between رقم 2 ورقم 5. قص هي كات هير، ولا عندنا المثلث متاعنا، تكوين مثلث رقم 3 روح على التوب، ولا عندنا two with the ball one in the corner three here. هنا تريانجل 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 تريانجل. اوكي هذه الفتحة الأولى ولا الفيرست انتري. يمكن نسيت في المداخلة باش نقول أنه البوزيشن هذا لازم يكون فيه مسافة ما بين 1 و5، 1 و2، 2 و3، 3 و4، الكل فيه مينيموم ما بين 15 ل 18
فيت قدم ما يعادل 4 to 5 meters. هذه المسافة وهذا spacing بيخلي triangle offense بيطبق اللاعبين بكل سهولة. حافظين للتريانجولات؟ ماشي. هنا كانت الاوبشن بتاع الواحد مرر الكورة لتو وعمل انسايد جيم. يمكن نغير ما عادش انسايد جيم تكون فتحة اخرى اوتسايد. كيف؟ انه بيمر بعد التمريرة رقم واحد بيمرر بهاند تو and go to the corner. من جديد انه المثلث 1 5 2 3 go to the top 2 5 3 here 4 5 3. هذه الفتحة الثانية. شوفوا فتحة ثالثة يمكن رقم واحد الكرة رقم اثنين رقم خمسة رقم ثلاثة فتحة يمكن بنسميوها USA أوكلا أنتري USA أنتري. في تمريرة واحد رقم اثنين إلى اثنين خمسة باك سكرين go to the basket give and go. كان يمكن اثنين يمرر الواحد easy basket. كان مقدر انه يتسلم الكرة رقم واحد وين يروح؟ يروح على الكورنر متاعه. اوكي رقم خمسة go down take his place. شو اللي عنا؟ اثنين with the ball five but رقم واحد هنا ثلاثة go to top مثلث مثلث مثلث. يمكن انتري رابع يكون بالدريبل دريبل انتري نفس التمركز واحد ثلاثة أربعة اثنين خمسة. هنا اللاعب إكس تو عامل ديناي مش يمكن التمرين مش ممكن التمرير. رقم واحد ريد ذا جيم دريبل تو جو داون واللي عنا واحد with the ball اثنين في الكورنر خمسة في مكانه أربعة في مكانه ثلاثة go to the top مثلث موجود مثلث موجود ومثلث موجود. نشوفوا entry five entry five رقم واحد عنده الكرة ما فيش إمكان أنه بمر الكرة رقم اثنين رقم خمسة في مكانه رقم أربعة في مكانه رقم ثلاثة موجود هنا. أوكي ما فيش إمكانية متاع باس نقلبه السايد سميوها weak side entry. رقم ثلاثة رقم واحد ما غير ما يمر رقم اثنين في ديناي وما فيش في مشكل تاع دريبل من الجهة هذه يقلب الكرة على رقم ثلاثة في باس 1 2 3. اوكي هنا رقم أربعة بيفتح اوكي 1 3 give a pass to 4
and he cut and go to the corner. لدينا الآن 4 with ball, 3 in the corner and 1 here. في نفس الوقت 5 change the place and take this position. رقم 2 بيروح هنا. شو اللي عنا؟ المثلث في الويك سايد، في السايد الآخر. دينا من هنا تقلبنا لهنا. هذا مثلث، هذا مثلث، مثلث. أوكي، يقعد مثلث الأخير أنه الفايف ولا من هنا. تو هير. والمثلث الأخير هذا. أوكي؟ بنمر بنشوف another possibility. الانتري سيت سميوها بوست بوب. هذه لاعب رقم 1 ينجم يكون عنده قامة، واذا عنده قامة المدرب يمكن يعطيه الإشارة أنه يمكن أن يلعب بالظهر مع السلة. وان يعطي التو، فايف هنا، ثلاثة هنا، أربعة هنا. في الحالة هذه فايف open and go to the corner. وان take place five. شو اللي عنا؟ 2 ماسك الكرة، 5 في الكورنر، 1 في الميدل بوست، 3 بطبعه في التوب. المثلثات نعاودوا نلقاهم 1 5 3 1 5 2 1 3 2 1 3 4. آخر فتحة ويمكن تشوفوها هي البوست سكرين. في البوست سكرين ذكروا أنه 1 يمكن عنده الكرة، 2 5 4 3. رقم 1 يمرر، رقم 2 and he cut inside ولا outside. نقولوا احنا قص inside وراح للكورنر. هنا رقم 5 قوم بسكرين وكروس سكرين، 4 ياخو مكانه، 5 واللي هنا. شو اللي عندنا؟ 4 5 3 3 وهنا 2 with the ball، 1 هنا. المثلث متكون من 1 4 2 4 3 2. مثلث ثاني، مثلث ثالث 4 3 5. كل مدرب حسب رأيي أنه يختار الفتحة لبداية الهجمة متاعه. هذا اللي كنا نشوفه فيه كلهم فتحات، وكلهم كل مدرب معناها يختار أي فتحة أنه يبدأ بها. بالنسبة باش نعطي فكرة صغيرة للفئات العمرية، يمكن أنهم ويكون أسهل ليهم الفتحات تكون يا إما كما كتبنا inside cut أنه رقم 1 يمرر، الرقم 2 يجو to the corner، وإلا يكون هذا للفئات العمرية يكون سهل dribble entry اللي شفناها أنه رقم 1 فيه deny هنا
فسرناها بكري أنه رقم واحد يروح بالدريبل واثنين هو اللي يمشي للكورنر ويمشي ويمكن ياسر بالبوست بوب زادة يمكن في فريق ما نجمه ما لقاوش أنه فما بيجمان ورقم واحد يمرر رقم اثنين الخمسة يترك مكانه ويروح على الكورنر ورقم واحد هو اللي ياخذ المكان بتاعه. هذوما ثلاثة فتحات يمكن استغلالهم مع الفئات العمرية. كان ذكروا بكري حكينا على السبيسينج وعلى التو زون اللي لقيناهم، لقينا ذا سايد لاين تريانجل ولقينا التو ذا تو مان جيم ويك سايد. هذم باش يكونوا في فور اكزامبل نحطوا هنا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة ورقم أربعة. هذم باش يكونوا هذوما اللي بالدائرة هذم هذوم اللي باش يكونوا لنا ذا سايد لاين. تريانجل وهذوم الاثنين يكونون the two man game weak side. حديث في بقية المشوار باش نحكيو على الاوبشنات اللي باش نشوفوهم. لازم نفهموا انه فيه تو زون، فيه الزون الاولى اللي قلنا عليها the sideline triangle، فيه اوبشنات باش نشوفوهم، وفيما the two man game weak side باش نشوفوهم زادا. نبداو بالتفسير في الاوبشنات في السايد لاين. به نفترض أن الكرة وصلت الرقم اثنين، الكرة عند رقم اثنين، هو في حقيقة الأمر أنه في تريانجل فانس اللي يسمع في مثلث أنه فيه ثلاثة لاعبين برك. رقم اثنين يمكن أنه يقول ما دامه تريانجل يقول لك يمكن أنه بيمر الكورنر ولا بيمر البوست. لا، هذا غلط. أنه رقم اثنين عنده فور اوبشن، بامكانه انه بيمرر الرقم واحد، بامكانه انه بشي يمرر الرقم خمسة، بامكانه انه هذا يعمل فلاش انه يمرر الرقم سامحوني رقم اربعة، وبامكانه انه بيمرر رقم ثلاثة. هنا تمريره رقم واحد ورقم خمسة ورقم ثلاثة، ثلاثة الاوبشنات هذوما باش نخدموهم مع السايد لاين. والتمريره الثالثة لهنا اللي هي فيها ريفرس هي اللي باش نخدموا بها التو مان جيم اللي هما على الويك سايد. هنا باش نشوفوا الاوبشنات، ثلاثة اوبشنات، وهنا مع ريفرس بلاي ريفرس باس باش نشوفوا زادة أربعة أخرين اوبشنات. باش نفسروهم بالوحده ان شاء الله وربي عينا. دونك الفيرست اوبشن سميوها بوست باس. البوست باس على اسمها انها باش تكون الرقم خمسة. متفقين انه الكره احنا عملنا فتحه والكره عند رقم اثنين، اوكي. رقم واحد ماسك الكورنر، رقم ثلاثة هنا، رقم أربعة هنا. إذا التمريرة هذه الأوبشن الأولى بوست باس، إذا في باس على الخمسة في تحرك بسرعة بيز لاين على البيز لاين هو رقم واحد، ويمكن إذا المدافع متاعه يكون
قريب أنه يلعب البيك دور ويصير على البيز لاين فيه يمكن تمريرة فيه إيزي باسكت. أوكي؟ إذا ما صارتش التمرينة رقم واحد قص هنا، رقم اثنين بعد الباس يروح ويعمل سكرين واي، رقم أربعة، رقم أربعة يجي على المستوى الفري ثرو لاين فيه باس سهلة فيه أوبن شات. هذا الكل وقت لي رقم واحد قص، رقم اثنين راح للسكرين واي، رقم خمسة أنه يلعب الوان أن وان، ما فيش هيلب يقدر أنه يلعب الوان أن وان. للتذكير هي البوزيشن رقم خمسة مرتبطة بالمنطقة الحمراء هذه اللي هي نيترال زون. المنطقة الحمراء هذه هي وين رقم خمسة لازم يقف، علاش؟ باش يخلي مسافة للرقم واحد يتعدى أولا، واثنين عنده وقت يلعب الوان أن وان عنده إمكانية باش يروح على اليسار ولا على اليمين. إذا تمركز رقم خمسة في المنطقة هذه أكيد جدا. إذا ما صار رقم خمسة عنده الكرة، رقم أربعة صار هنا، رقم ثلاثة مش يتحول لهنا، ورقم واحد هنا، رقم اثنين راح للكورنر. إذا ما فيش حل رقم خمسة يخرج الكرة على رقم ثلاثة، أوكي، رقم ثلاثة يدريبل to the top، أوكي، give a pass to one، أوكي، رقم خمسة من هنا بيغير مكانه بيروح للصايد الآخر ويأخذ مكان الأوبوزيت صايد. شو اللي عنا؟ ثلاثة هنا، أوكي، خمسة هنا، أربعة يكون هنا بيخرج شوي، والمثلث من جديد. أوكي، هذه الأوبشن الأولى متاع الباس. فيه فاريونت متاع البوست، بوست باس نجم نسميها بوست سبليت. إذا تمريرة من رقم اثنين إلى خمسة، أوكي، رقم واحد المدافع متاعه متأخر شوية ولا جاي للهلب، عوضا أن هيكات بيز لاين لا بيروح يعمل باك سكرين على رقم اثنين، على المدافع على رقم اثنين. رقم اثنين شنو باش يعمل؟ عنده يا اما بيروح فلير اوبن شات والا يكمل هيكات. اوكي، رقم واحد بعد السكرين هذا، يلا فايف عنده الكرة، اثنين قص، رقم واحد بعد السكرين تاعو بيطلع رقم أربعة سكرين واي ونفس العمل، يجي على الفري ثرو باس، رقم ثلاثة يجي هنا. أوكي، ناو توا باش نتعداو الأوبشن الثانية. الأوبشن الثانية هي باس تو ذا كورنر ولا كورنر باس. كورنر باس، اثنين مالك الكرة، خمسة في الميدل بوست، واحد في الكورنر. اوكي، قلنا كورنر باس الاوبشن 2،
to give a pass to one. في الحالة هذه عادي رقم 3 ورقم 4 عارفين أنهم بيروحوا هذا للطوب وأربعة بيكون هنا. أوكي نحكيه ديما على السايد لاين تريانجل. وقت الباس الكورنر رقم 5 يعمل سكرين باك سكرين فور تو. هو في تو كاتس، يا إما بيقص من جهة الكرة يمكن أنه يمرر. بالنسبة لي كمدرب الحالة هذه نرفضها شوية. ليش؟ رقم 1 فيه مقلق، رقم 5 طلع معاه ويمكن ياسر يقلق باس. نال مسافة، مسافة ضيقة شوية. أنا أفضل أنه رقم 2 بعد الباس للواحد رقم 2 يجيه السكرين متاع رقم 5 أنه يستغل ويدخل من هنا ومن بعد يرجع شوية بإمكان أنه في الباس. يظهر لي أنه الحالة هذه فيها التمريرة تكون أسهل. الأوبشن الثالثة باش نشوفوها توا مع ويك سايد فلاش رقم 4 كما قلنا. نعاود نرجع شوية للتذكير. الأوبشن الأولى شفناها مع البوست، الأوبشن الثانية شفناها مع الكورنر، الأوبشن الثالثة بالنسبة للتريجر أنه الرقم 4 في ديناي، يمكن هنا في ديناي ولا 3 كوارتر، وهنا في إشكال متاع باس. رقم 4 هو يمكن كان في الهيلب إكس 4، رقم 4 يعمل فلاش. إذا عمل فيه فلاش فيه تمريرة، والحين أربعة هنا نقولوا الإكس فور معاه، والحين وقت الكرة تجي الأربعة 3 go to the basket، cut and go to the basket. في إمكانية متاع تمريرة في الظهر وسهلة وفيه easy basket. حتى ولو كان إكس فايف يجي فيه assist للفايف easy basket 2-on-1. أوكي مفهوم؟ فور كونتينيتي، فور عنده الكرة ثلاثة قص بعد افتح على الآخر 5 2 and 1. التو بعد الباس متاعه، بعد الباس شوف شو يعمل سكرين. دونك هذا مكان فارغ 5 يدو سكرين فور 1 يستعمل تو سكرينز ويجي هنا، يمكن في باس ويمكن في اوبن شوت. اوكي مش منكم الاوبن شات يكمل الان. رقم 4 عنده الكره، مش ممكن الباس للرقم 1 he go to the dribble and he do hand off with 1. اوكي رقم 5 رقم 2 ورقم 3 hand off, one take the ball and he can go to the basket. Okay, he can pass
to 3 or to 5. في نفس الوضعية، في نفس الأوبشن، إذا رقم واحد مقدر أنه يعمل درايف في continuity في اللعب كما حكينا 5 hand off ما بين 4 و 1 واحد عنده الكرة ما كان يقدر أنه بيعمل درايف make dribble okay. Three في الكورنر okay. Five change the side come here. Four يخرج واثنين يأخذ المكان هذا. شو اللي عنا أماكن عنا شكون هنا عنا رقم واحد with the ball. Four عمل فلير وخرج لبرا. اثنين خذ المكان لوبوزيت. فايف انتقل إلى السايد الآخر. نعاودوا من جديد واحد ثلاثة خمسة أربعة اثنين. هذم الكلهم شفناهم على الويك سايد. تبقى الأوبشن فور. نعاود نذكر صغير شوية. قلنا الأوبشن الأول أنه فيه باس للبوست. الأوبشن الثاني فيه تو يأتي للكورنر. الأوبشن الثالث اللي كنا نشوفه فيها توا فيها الفلاش من الويك سايد فلاش وشنوفنا شنو ينتج عنها. قاعدة الأوبشن الرابعة، الأوبشن الرابعة هي ريفيرس. وين لشكون ريفيرس؟ هو رقم ثلاثة كان هنا ولا هنا. خمسة واحد ايوه اربعه. اذا الكره وصلت رقم ثلاثه هنا نوليو نحكيو على the two man game كما حكينا من بكري على two zone. zone فيها سايد لاين تريانجل والثانيه فيها the two man game. إذا الكرة عند ثلاثة عندنا أربعة أوبشنات أخرين. شفنا الأوبشن عاود أوبشن الأولى الأوبشن الثانية الأوبشن للفلاش ثلاثة. الأوبشن الرابعة هي ريفيرس باش تكون باس من عند اثنين ثلاثة. إذا وصلت الكرة ثلاثة عندنا أربعة أوبشنات ونشوفوهم إن شاء الله بالوحدة بالوحدة. إذا نتفقوا من توا أنه الكرة ديما باش تبدأ عند رقم ثلاثة. الأوبشن الأول شو نقولوا هاي بوست كات. هاي بوست أوكي. رقم أربعة يعود باش يكون لوطة شوية هنا باش يطلع للإلبو. رقم ثلاثة يمرر له الكرة بيمر بجانبه ويروح على السلة. فيه إمكانية كبيرة، فيه إمكانية كبيرة أنه أربعة بيرد البول، ثلاثة فيه لاياب سهل. كما قلنا إذا فيه هيلب أسيست تو فايف يماركي سلة سهلة. أوكي؟ هذا الهاي بوست كات. إذا ما قدرنا أنه ثلاثة يتحصل على الكرة، كرة باش تقعد عند رقم أربعة، إذا ثلاثة كرة عند رقم أربعة، إذا ثلاثة ما خداش الكرة، he go to the corner. أوكي؟ إيش عندنا هنا؟ دونك ثلاثة سو، ثلاثة في الكورنر، تو كما العادة وقت يعطي باس للثري يمشي لل يعمل سكرين. رقم واحد يستعمل سكرين. رقم واحد يستعمل سكرين رقم خمسة ورقم واحد
ويمكن أنه بيروح على السلة. Easy basket. نفس الوضعية رقم واحد ما راح على السلة. Open shot. Pass. Open shot. ثالث رقم واحد ما استطاعش أنه يأخذ تصويبة راح جاء هنا. رقم أربعة بيروح له ويعملوا هاند أوف. نفس التمرين أربعة هاند أوف. واحد يأخذ الكرة يمكن أنه بيروح على السلة. فيه كان في هيلب من هنا في باس، كان في هيلب من هنا في باس. اوكي هذا الاوبشن اللي شفناه على الهاي بوست كات. باش نشوفوا الاوبشن ثانيه متفقين انه الكره ديما عند ثلاثه، رجعت من عند اثنين جات عند ثلاثه، نسميوها اون بول سكرين. اوكي الاون بول سكرين خمسه اربعه. اذا ما فيش امكانيه في كيما الاوبشن اللي قبلها فيها باس 3 تو 4، 4 بيطلع ويعمل سكرين. ربع ميدان للرقم ثلاثه he can go to the basket. اوكي الاوبشن الرابعه هي بتكون post pop reset. وضح سامحوني ما فيش امكانيه ثلاثه بمرر الاربعه، ما فيش امكانيه اربعه يعمل سكرين للثلاثه، اربعه بيفتح. اوكي ثلاثه بمرر اربعه and he cut go to the corner. شكون عنده الكرة هنا؟ رقم أربعة with the ball. Three in the corner. وعندنا نفس العملية. هذا عمل سكرين وهذا عمل سكرين. هذا خرج رقم واحد خرج لهنا. عندنا رقم واحد. من بعد رقم اثنين بيفتح. رقم خمسة شان سويتش ذا سايد يولي رقم خمسة من هنا. شو يولي عنا؟ واضح؟ شكون عنا هنا رقم واحد رقم اثنين ورقم خمسة. أوب رقم واحد رقم اثنين ورقم خمسة والمثلث بينعاد. ريزيت بوست بوب ريزيت. عاودنا من جديد. نتعداو الاوبشن اللي بعدها كما العادة. رقم ثلاثة عنده الكورة post pop on ball screen. اوكي شو قلنا؟ عاودوا تمركز. أربعة ثلاثة ما يقدرش يمرر الأربعة، ما يقدرش أنه يعمل معاه سكرين. افتح الأوبشن اللي قبلها كان رقم ثلاثة cut and go to the corner. مرة هذه وقلنا في البداية أنه رقم أربعة يمكنه أنه يقوم بالأدوار تاع اللاعبين الخمسة على الميدان. 3
يعود أنه بشيكات يقص ويمشي للكورنر، أنه يمشي يعمل سكرين، يعمل سكرين الأربعة، أربعة بإمكانه أنه go to the basket. أوكي. كورة عند أربعة، ثلاثة عمل سكرين وعمل فلير، أربعة ما كانت في الاستحالة أنه بيش يروح على السلة. في الأوبوزيت سايد من هنا عندنا كما العادة وقتها فرض وقت وقتها رقم اثنين ورقم خمسة يعملوا سكرينات، في رقم واحد بيخرج يمكن أنه يمرر له، ولا يمكن أنه رقم واحد يمر يعمل كيرل ويروح على السلة. هذوما اوبشنات، وفي الاخير حبيت ان نقول على اوبشن كنت نستعمل فيها مع الفرق اللي كنت ندرب فيها شويه. اوبشن فيه وقت الكره عن ثلاثه، فيه خمسه واحد اثنين اربعه، بيطلع الالبو باس وبيروح وراه وياخذ المكان هذا. في امكانيه متاع باس قلنا ما فيش. رقم اربعه عنده الكوره من الجهه المعاكسه، رقم واحد خذا نيه هذه، اثنين جاء عمل سكرين، وفايف عمل سكرين، هذا خرج رقم واحد، رقم أربعة بيروح له على الهاند أوف، واحد هنا. تولى عنا، وضحوا الصورة، فايف تو وان ويذ بول، فور بعد ما عمل الهاند أوف، ثلاثة هنا. هنا 1 تيك دريبل ويجي على المنطقه هذه، 2 بيفتح وهنا نعمله سكرين تو ذا سكرينر، برنسيبل جديد 4 واحد معها الكوره، 3 بيعمل كروس سكرين تو 5 4 جو سكرين، وثلاثة بيخرج على تمريرة هنا وإلا تمريرة على رقم خمسة. آخر توضيح بالنسبة لهنا، قلنا رقم ثلاثة بعد سكرين طلع هنا، أربعة هنا، خمسة واحد مع الكورة، ثلاثة هنا واثنين هنا، ويمكن نعاودوا تريونجل من جديد. هذه كل الاوبشنات اللي شفناها اليوم وحاولنا باش نفسروها. وفي الاخير حبيت انا اطرح سؤال قبل ما نتلقى الاسئله نتاعكم اللي نلقاهم على ايوه احمد. انا حبيت اود ان اطرح سؤال على المشاهدين والمدربين اللي شافونا اليوم، انه هالاوبشنات هذوما يمكن فيه كثير مفاتيح يعطيونا حلول كثيره، لكن السؤال بتاعي كيف يمكن اي طريقه ان نوقف التطور ولا التريانجل اوفانس بالاوبشنات نتاعو؟ شنو هي الطريقه التكتيكيه الفنيه على الملعب؟ كيف يمكن نقدر ان نوقف التريانجل فانس؟ هذا سؤالي، وانتظر الاسئله نتاعكم على الصفحه ولا على الميل بتاعنا. والله كنت انا حابب اشكر حضرتك على المحاضره الاكثر، صراحه المحاضره جميله جدا، وعندي طبعا بعض الاسئله لحضرتك وارجو ان حضرتك تجاوب عليها. I would like to thank you.
this interesting, very interesting lecture, and that there are some questions I want you to answer them. في سؤال أول سؤال بيقول لحضرتك حضرتك اتكلمت عن الفئات العمرية بس في أي مرحلة عمرية سنية تفضل نبدأ بناء triangle offense. So the coach he talked about the young players and like when can we start the triangle offense, but he's asking exactly like at which year should we start the triangle teaching the triangle offense. سؤال وجيه هو سؤال وجيه ويمكن بالنسبة لي إذا اللاعب بداي كما نقوله بداي يأخذ الفندمنتالز متاعه ذات يتحسن الفندمنتالز متاعه أنه الفكرة تكون سهلة بالنسبة لي أقل يمكن نقوله 16 سنة أقل من 17 سنة إذا لاعب يطلع بالكرة نقوله خمسة لاعبين مش مشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا في فكرة أنه في فكر اللاعب أنه حنصمم مثلث عكس المثلث في زوز لعيبة إذا عنا بوست هير position here, position here, position here. وعنا position here and position here. الخمسة لاعبين واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كل لعبة، كل واحد بيروح على دائرة. عارف؟ مثلاً رقم أربعة عنده الكرة. رقم خمسة هو أطول لاعب. نقول رقم خمسة بيروح على الدائرة متاعه بيروح ويأتي هنا دايركتلي هنا ايش قاعدنا يمكن غالب شوية للتصميم لكن الفكر رقم ثلاثة بيروح هناك كورنر فارغ بيروح على الكورنر رقم ثلاثة جي على الكورنر رقم اثنين جي على الدائرة هذه ورقم واحد بيكون هنا اوكي سامحوني رقم أربعة هو اللي هنا ورقم واحد بيروح هنا اوكي ما فيش مشكله في الفئه العمريه اقل من 16 17 سنه في عنده ليفل في الفاندامنتلز في عنده تفكير عنده ريد اند رياكت يعرف يقرا شويه لعب بشويه الحاجه الايجابيه علاش قلنا مع الفئه العمريه عندنا الوقت عامل الوقت ما هو مشكله مع الفئه العمريه يمكن يكون حتى في التسخين في عملية التسخين أني يكون في لعب عايز مثلا نلعب 3 on 3 for example 3 on 3 طالع بالكرة رقم واحد عنده كرة أوكي رقم اثنين هنا رقم خمسة هنا أوكي هذا بيمرر هذا بيروح للكورنر ورقم خمسة يروح هنا شو اللي عنا؟ عنا مثلث في تفكير اليوم في التمرين for example ناخذ الاوبشن قلنا احنا ناخذ الاوبشن انه pass to the corner هل صعب هذا على الفئة العمرية؟ ما نتصور صعب هذا عنده الكرة رقم خمسة عنده كرة رقم اثنين عنده two possibilities يا اما باش يمرر رقم واحد والا باش يمرر رقم خمسه يمكن يكون تمرين 3 on 3 في كوارتر تاع ملعب في كوارتر بركة اوكي هذا يمكن بيمرر هذا بيجي سكرين اب وهذا بيروح منا وهذا بيروح منا سهل 16 17 سنه يمكن في امكانيه انه كما شفنا باس تو ذا كورنر تو give pass to one, five, make back screen. هذا صعب ولا سهل؟ سهل. يمكن بدايته بالحباية حباية كما يقولوا. أيوة. عندي لحضرتك سؤال تاني بيقول لك ما مدى تطبيق طريقة الهجوم اللي هي triangle offense على دفاع المنطقة؟ So how can we apply the triangle offense on the zone defense?
هو المدرب اللي أعطانا السؤال هذا هو جاوب على السؤال بتاعي بصراحة. وتاريخيا ذكروا أنه تريانجلو فانس أنه المافريكس دالاس مافريكس وضع حد تريانجل أوفانس من تاع فيل جاكسون لما يوميها لعب دفاع منطقة كله طاح في الماء بصراحة. هذا جزء من السؤال اللي جاوب عليه الأخ اللي طرح السؤال أنه دفاع المنطقة أنه يوقف تماما التريانجل أوفانس. دي حاجة حلوة جدا أن أنا أعرف الحوار ده. وانس اجين يعني أنا حابب أشكر حضرتك على المحاضرة الرائعة دي والله، وإحنا استفدنا كتير، وأرجو أن حضرتكم كمان تكونوا استفدتوا، وبكرة إن شاء الله ما تروحوش بعيد عشان معنا كوتش دون شو والتر أجين. Guys, I would like to thank the coach once again. And tomorrow, please don't go away because we do have a coach, Don Show Walter. بس فأنا حابب أشكر حضرتك أجين مرة كمان. شكرا. شكرا. شكرا.